خلونا نروح نشوف او نقرب للصوره بشكل اوضح مع الكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره. مساء الفل يا كابتن حشيش. مساء الفل يا استاذ، ازيك حبيبي؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب اسامه؟ اكلت اللحمه ولا ايه؟ والله ماليش فيها قوي يا اسامه. كل سنه طيب يا كابتن. انت طيب والله يخليك. قول لي، جالكوا حاجه من اتحاد الكره بشان الامور الفنيه اللي طلعت وبعد التطوير في المسابقات، ولا كلها مجرد كلام واجتهادات؟ والله بص، هي كل اللي احنا قريناه او الناس قريته او سمعته خلال الفتره اللي فاتت دي كلها اجتهادات شخصيه واقتراحات على السوشيال ميديا، انما حاجه رسمي جت من الاتحاد لا، ما فيش اي حاجه لغايه دلوقتي جت. يعني الموضوع ده لو اتطبق رسمي لازم يجي لكم على المنطقه، والمنطقه بتخطر الانديه، صح كده؟ بص، لازم نفرق بين حاجتين، فرق بين مسابقات الناشئين ومهرجانات البراعم. تمام. مسابقات الناشئين لان هي بترتبط باجنده طبعا دوليه وفيها منتخبات مصر وحاجات منتخبات ناشئين وكده يعني، فلازم كل التعليمات بتيجي من الاتحاد، انما المهرجانات البراعم دي الاتحاد بيتركها للفروع انها تقدر بقى ايه يعني تطبق اللي هي عايزاه. فاحنا على مستوى طبعا فرع القاهره بيبقى فيه اللجنه الفنيه ولجنه المدربين عندنا، بنقعد معاهم بنتكلم نشوف نحاول نطور ازاي مهرجانات البراعم. وانت لاحظت اسامه ان احنا السنه اللي فاتت يمكن ما كانش فيها منافسات. خلي بالك، دي من النقطه اللي انا لازم اشيد بيها بمنطقه القاهره السنه اللي فاتت، ان مسابقات 2013 و2012 و2011 كانت خارج المنافسات الرسميه، يعني يعتبر كانها مباريات تجريبيه بتدي احتكاك اكبر للولاد، وايضا كمان ما تحطش ضغط على المدربين وولاء الامور. دي حقيقه، دي حقيقه، يعني احنا حاولنا نعمل الكلام ده عشان الكلام اللي انت بتقوله ان احنا ما بقاش في ضغط على الولاد الصغيرين في السن ده، وفي نفس الوقت كمان ضغط على الاجهزه الفنيه واولياء الامور، بيبتدوا يبقى في عصبيه كبيره جدا جدا اذا كان من الاجهزه الفنيه. المدربين طبعا عايزين يكسبوا عشان الانديه بتاعتهم، وفي نفس الوقت برضو الارتباط اولياء الامور بالولاد الصغيرين وحضورهم الماتشات، فبتعمل جو صعب على الولد الصغير، فعشان كده احنا شلنا الضغوط دي وخليناها مهرجانات. كويس. الكلام ده ممكن نشوفه تاني السنه دي يا كابتن حشيش؟ ان شاء الله طبعا. يعني التجربه بتاعت السنه اللي فاتت هتتكرر السنه دي برضو؟ احنا بنحاول نتقدم طبعا، ما نحاولش نتاخر، يعني الحاجه اللي اتعملت ولقيناها لها افاده ولها صدى ان شاء الله بنزود عليها. ممتاز. كذلك يمكن تفتكر يا اسامه من سنه من السنين برضو حاولنا نعمل ان يبقى في الولاد الصغيرين دولت نتيجه للاعداد الكبيره بتاعه القيد. القيد كان في البراعم مفتوح وما كانش بيلعب مثلا الا في السن الصغير ده مثلا خمسه، يعني في الشوطين، عشان برضو المدربين بيلعبوا احسن لعيبه عندهم عشان عايزين يكسبوا. فدلوقتي عملنا قبل كده فكرنا ان هي بتبقى الشوطين ويبقى التغيير في الشوط الثاني اجباري، الفرقه حل. كلها تتغير عشان ندي فرصه لكله يلعب. يعني بدل النهارده ما 7 وال10 بيلعبوا، ممكن تدي المساحه ل 20 و25 ولد انهم يشاركوا ويلعبوا في المباراه الواحده. ده احنا السنه دي كمان يمكن من ضمن الافكار المطروحه ان احنا نعمل 3 اشواط. حلو. يعني يبقى في شوط اول وثاني وثالث، عشان وبرده يبقى التغيير اجباري عشان ندي اكبر فرصه للولاد يلعبوا، لان انت عارف يا اسامه الولد لما بيقعد في السن الصغير ده وما بيلعبش خالص طبعا فتره كبيره بيصدي وهو لسه في سن صغير. ممكن تغير اتجاهه يلعب لعبه ثانيه، يقول لك مش عايز يا بابا اللعبه دي، واولياء الامور خناقات وزعل، لان انا ابني اتمنى اشوفه ان هو بيلعب. صح. فعشان كده بندي فرصه، يعني دي من ضمن الافكار ان شاء الله هنعملها. يعني اتمنى دول نقطتين مهمين جدا يا كابتن حشيش. اول حاجه النهارده المباريات ما تبقاش رسميه ومعتمده وتبقى مهرجانات خاصه في البراعم، والحاجه الثانيه بتفتح المساحه لاكبر عدد من اللاعبين، دي حاجات مهمه جدا. الحاجه الثانيه بقى، احنا داخلين على موسم القيد بقى، الموسم الجديد، امتى موسم القيد هيبتدي عندكم ومستعدين؟ ما شاء الله منطقه القاهره بتضم عدد كبير جدا من الانديه. انت عارف برضو تاريخ القيد او فتح القيد ده برضو بيجي لنا باختيار من الاتحاد، لان طبعا بيبقى سيستم في الجمهوريه كله ومرتبط برضو بالعالم كله، فاحنا لسه ما جناش تاريخ القيد بالظبط. كل اللي احنا بنعمله دلوقتي بنحاول نحضر اسلوب العمل هيبقى ازاي، وعشان نسهل على
طبعا الانديه القاهره، لان احنا طبعا منطقه القاهره او فرع القاهره في حوالي 110 نادي ومركز شباب، فبنحاول ان احنا نعمل سيستم كده مع تغيير كمان. انت عارف احنا غيرنا المقر بتاعنا، اتنقل بقى في المعادي، فعايزين نسهل على الناس اللي بتجيلنا من جميع انحاء القاهره. بس يعني خلي بالك المقر القديم ده مقر تاريخي، كان اتحاد الكره القديم ده. والله يا اسامه احنا شايلنا بالعافيه من المقر ده، لان جالنا قرار بالازاله عشان مبنى قديم. فكان لازم ان احنا يعني نمشي من هناك، واحنا طبعا حزنانين لان ده مقر عدى ال 100 سنه. ده كان مقر يعني. المقر الموجود في الشوار بتاع منطقه القاهره ده كان مقر الاتحاد المصري لكره القدم القديم. صحيح صحيح. قبل ما يتنقل بقى في الجبلايه في فتره الستينات يعني. حقيقة. اخيرا كابتن حشيش، يعني برضو الحاجات اللي كابتن حشيش يعني يتمنى تكون موجوده يعني من تطوير المسابقات في 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 السنه القادمه، يعني ابرز الحاجات ايه يا كابتن؟ والله يا اسامه احنا عندنا حاجات كتير جدا عايزين نطورها، بس عندنا مشكله كبيره هي مشكله الملاعب. وانت عارف ان مهرجانات البراعم يعني بيبقى في عدد مباريات كبير جدا في ملعب واحد، وبنحاول ان احنا كمان ننظمها جغرافيا، يعني منطقه حلوان بتضم عدد كبير من الانديه، فبنضطر ناخد ملاعب هناك عشان نسهل على الولاد الصغيره اللي هي 9 سنين و10 سنين بدل ما يصحوا بدري، لان احنا بنبدا مسابقاتنا عشان الملعب فيه مباريات كبيره، فبتبدا من الساعه 8:30 و9. فبنحاول نخلي الملاعب قريبه من كل كده مجموعه من الانديه. في افكار عايزين نعملها في المهرجان نفسه، زي مثلا ضربات الجزاء ان احنا عملناها سنه من السنين، ان بعد المباراه ما تنتهي نخلي الولاد يشوفوا ضربات جزاء، ومش عايزين الولد اللي هو ضايع الضربه يعني خلاص يزعل، لا بيشوط مره واثنين وثلاثه عشان ياخد الثقه بنفسه. بس دي لو تشوف انها بتاخد وقت بين المباراه والمباراه، فبتضيع من الوقت الكامل بتاع اليوم. فاحنا بنتمنى ان يبقى في تعاون من الانديه ان احنا يعني يستضيفوا مهرجانات النادي الاهلي متعاون بشكل كبير في النقطه دي يا كابتن حشيش. النادي الاهلي شايل حاجات كتيره جدا عننا، وما بيتاخرش عننا في استضافه المباريات والمهرجانات واستضافه حتى تمارين المنتخب بتاعنا بتاع اليابان. يعني الحقيقه النادي الاهلي من الانديه المتعاونه، نتمنى ان بقيه الانديه بقى يعني يشوفوا النادي الاهلي ويعملوا زيه يعني. نشكرك شكرا جزيلا كابتن حشيش، وبنتمنى ان شاء الله لمنطقه القاهره التوفيق في العام المقبل، يعني واحده من المناطق اللي بتشتغل وعامله مجهود كبير جدا. موضوع حته احراز الهدف بهدفين او الكره او التسديده من خارج ال 18 بهدفين، في افكار كتير، يعني اتمنى المسؤولين في اتحاد الكره يعملوا جلسات مع الناس اصحاب الفكر، ناس اصحاب الخبرات، رؤساء قطاعات الناشئين، يعملوا جلسات يناقشوا فيها كل المواضيع دي، علشان في الاخر احنا بنتكلم عن تطوير مسابقات الجمهوريه، تطوير مسابقات الناشئين، تطوير مسابقات البراعم، علشان في الاخر احنا عايزين نطلع مواهب فعلا تفيد منتخب مصر، هو ده الهدف.